فيتزلزل. حين يتزلزل ماذا يصنع؟ يصرخ، ينهق، يدعو لقتلنا، يدعو لتشريدنا، يدعو لاضطهادنا، فيعيننا لنشر التشيع أكثر. وهذه هي سنة الحياة منذ أن سنها الله سبحانه وتعالى، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: بقية السيف أنما عددا، وإن قتلتمونا إلا نحن ننمو عددا أكثر فأكثر. كيف ننمو؟ بالثبات، بالقوة في العقيدة وقوة الطرح، وأيضا ماذا؟ تبيان هذه الحقائق بكل قوة. فعندما يقتلون منا 10 نشيع منهم 1000. وأيضا تدخل اليد الغيبية لله جل وعلا في مباركة هذه الفئة المؤمنة. خوف البكرية من المد الشيعي، قلت لكم اليوم راح نتخصص في مصر، لأن هناك حادثة أو واقعة وقعت على إثرها، إن شاء الله راح أكشفها في سياق الحلقة، على إثرها جعلتنا أن نتخصص في مصر الفاطمية. بالبداية خلونا نشوف نهيق وزهيق وصراخ مشايخ وكهنة البكرية في مصر الفاطمية. عندي أكثر من مقطع، راح أبتدي وياكم بهذا المقطع، خلونا نشوف. التبشير بمذهب معين لاختطاف واستلاب شباب في مصر أو في غير مصر من العالم العربي من مذهبه، نعم، اللي هو مذهب السنة، إلى مذاهب أخرى، هذا لا ينبغي أن نسكت عليه. لكن نحن ما نشكو منه هو محاولة تنشيط مذهب الشيعي في بلاد أهل السنة، هذا هو الذي لا يرضاه الأزهر. وتوقف محاولات نشر المذهب الشيعي في البلاد السنية. تصريحات شيخ الأزهر جاءت خلال لقائه بنائب الرئيس العراقي دكتور خضير الخزاعي، حيث أشاد شيخ الأزهر بالعلاقات الطيبة بين مصر والعراق. هذا أول الغيث، قطرة. طبعا في من هذه الأمور كثير وراح أعرضها في سياق الحلقة إن شاء الله، لكن خلونا نقيس اليوم على مستوى العالم البكري. هناك في العالم البكري تقريبا فئتان إلى 3 فئات يختلفون في الاتجاهات تقريبا، أو في الآراء أو في المعطيات. فئة الأزهر واللي بين تقريبا هذا الطيب اللي لقب الطيب أو شيء، أحمد الطيب، طيب مو أحمد الطيب، أحمد الطيب للأزهر، لغة الأزهر لطالما ادعى أصحاب الأزهر أنهم يتكلمون بلغة وسطية. اللغة الوسطية تستدعي ماذا؟ تستدعي قبول كل الاتجاهات وقبول كل المشارب، وهذا كان حال الأزهر قبل فترة، قبل أن يسيطر الفكر الإخواني على الأزهر ومشايخ الأزهر. مثلا كان هناك فتوى لشلتوت مثلا بجواز التعبد
كما يسمونه هما جواز التعبد بالمذهب الاثنى عشري، وهو الدين، نحن لا نملك مذهبا. يجب على الشيعة أن يعرفوا نحن لا أئمتنا الأطهار لا يذهبون إلى شيء، وإنما يطبقون أوامر الله بحذافيرها ويأتون بالأمر الإلهي الحقيقي في عباداته ومعاملاته وإلى آخره. فقالوا قال شلتوت عندهم بفتوى صريحة جواز التعبد بالمذهب الاثنى عشري. فعلى هذه الحال يجب أن تكون عقلية الأزهر تمضي بهذا الاتجاه، وهو على الأقل قبول الطرف الخامس إذا صح التعبير. لكن كما قلت الآلة الإعلامية الوهابية والتحريض الوهابي والفكر الإخواني ضاغط أكثر من الفكر الذي يسمى في الأزهر اليوم وسطي، مع أنه لو دخلت في الأزهر وما تدرسه الأزهر وكتب الأزهر تجد تطرف عجيب، وأصلا حتى تصريح بالقتل بقتل الشيعي وأكل الشيعي أصلا. لكن تماشيا مع ما يدعون، فتجد اليوم أفعال ومواقف عبر التاريخ لهذا الأزهر تختلف، ليست على وتيرة واحدة. راح نكمل أكثر في الأزهر، لكن بعد شوي في جزء الآخر من الحلقة. لكن خلونا نشوف أيضا ضجة في مصر حول إعلان أو إعلانات تشيع أو المد الشيعي كما يسمونه. خلونا نشوف المقطع الثاني لهذه الضجة الذي يعملونها. تفضل مخرج. وإنه للأسف الشديد الأرض المصرية الآن تمهد والتربة المصرية الآن تمهد لاستقبال التشيع. فنحن الآن نعيش مرحلة خطيرة جدا. هناك أكثر من 1000 سني مصري تم تشييعهم في الكويت. في الكويت أكثر من 1000 مصري سني تشيعوا في الكويت. الإخوة الذين يعيشون في أماكن الرافضة، الرافضة يمارسون عليهم ضغوط كأصعب ما يكون، كأصعب ما يكون. يعني أحدنا بيكلمني ضغوط هائلة، شبهات، وفي الوقت نفسه عزومات وهدايا وإلى غير ذلك، وفي المقابل لا يجد أحد يسدده ويثبته ويربط على قلبه. إيه اللي يحصل؟ الحصن الضعيف بتاع السني بيتهاوى أمام معاول الظلام والتشكيك والجهل. لكن لما يضيع الدين هنصبر على ايه؟ نصبر على ايه؟ اذا كان ديننا هيضيع مع الشيعه لا. وهيضيع الشيعه كالسوس وكالكوليرا، زي المرض بينتشر انتشار النار في الهشيم. هاي الفئه الاخرى من مشايخ وكهنه البكريه من الفكر السلفي الوهابي الذي يطيق العمى ولا يطيق سيرة التشيع. هم من إحدى العوامل الضاغطة على هذا المشروع الوسطي الذي يسمونه في الأزهر. وهناك أكثر، عندي أكثر من هذا، لكن حتى تكتمل الصورة وأدخل معاكم إن شاء الله في الموضوع، هم راح أعرض لكم مقطع آخر لأيضا هؤلاء الكهنة ومشايخ البكرية
في مصر وضجتهم حول التشيع. خلونا نشوف المقطع الثالث. النهاردة الشيعة يتغلغلون في الصعيد وفي بحري، عملوا مطبعة عندنا اسمها مطبعة الفاطمي في وسط البلد. في معرض الكتاب السابق كانت كتبهم تملأ الأماكن. التواصل الثقافي من خلال نشر الكتب وفتح القنوات بيزيد. عملوا قناة اسمها قناة العترة بيقدموا طلب عشان تبث من عندنا. كيف نتعامل مع التزايد في عدد الشيعة في مصر وخاصة في كذا مغتربين ومتشيعين؟ والله احنا لسه بنتكلم في مسألة الدعوة. لو اجتهدنا في الدعوة ونشر المعاني العقائدية لكان ذلك خير وبركة. بدأ المخطط مستهدفا إنشاء هلال شيعي في المنطقة، ما لبث أن تحول إلى دائرة كاملة أو شبه كاملة. هذا المد الشيعي الخطير الذي يزحف ليل نهار بأموال الخمس وبأموال شيعة الخليج على بلاد أهل السنة، المد الشيعي الذي بدأ ينفث سمومه في مصر، المد الشيعي الذي طار إلى بلاد أهل السنة مدعوم بأموال الخمس وهي بالمليارات، مدعوم بأموال شيعة الخليج وهي بالمليارات والملايين. هذا المد لا بد أن نقف له بالمرصاد وأن نواجهه بالحجة الدامغة. الباعث الثالث على هذا اللقاء أن والدا من أهل مصر جاء إلي فزعا يقول: يا شيخ أدركني، إن ولدي قد تشيع. وما أدركتهوش ليه؟ زين، يعني في هاي المقطع عندي عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى قال أنه يراد عمل مشروع مطبعة اسمها المطبعة، مطبعة الفاطمي أو المطبعة الفاطمية كما قال. طيب، يعني المشكلة يرتعبون حتى من شيء ينتسب يعني بأي شكل من الأشكال لفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. أين المشكلة أن يسمى مبنى، أنتم تسمون أنفسكم مسلمين، وفاطمة صلوات الله وسلامه عليها هي بنت رسولكم، بنت نبيكم صلى الله عليه وآله. لا، حالة الرعب وحالة الخوف وصلت إلى هذه المرحلة، إلى أنه لا شيء يسمى باسم فاطمة صلوات الله وسلامه عليه أو باسم الحسين أو باسم الحسن صلوات الله وسلامه عليه، إلا الأمور القديمة، يمكن القديمة جدا الموجودة كالأزهر نفسه. الأزهر هو على اسم فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه. النقطة الآخرة قال أنه هناك قناة العترة، قناتنا قناة صوت العترة، يراد لها أن تبث من مصر. طبعا هذا الكلام غير صحيح، و هذا الرعب جله الذي موجود والإرباك اليوم في مصر هو عن طريق من قناتنا وقناتي فدك وصوت العترة عليهم السلام، وعبر هذه الإنجازات التي تؤديها هيئة خدام المهدي في التبليغ. أيضا لاحظنا في الفيديو أنه عبر المنابر الإعلامية، أيضا ليس فقط عبر مشايخ البكرية، لا بل تجد عبر المنابر الإعلامية إعلاميين يطلع ببدلة وتاي وبدون لحية ولا هذا، يحذر ماذا الهلال الشيعي الذي يروج له عبر الإعلام، إعلام البكرية. أكثر من جبهة يشتغلون عليها في ماذا؟ يحاولون الوقوف أو الحؤول دون هذا المد الشيعي.
نقطة أخرى قال أن أحد المشايخ وكهنة البكرية أن المد الشيعي يمول بالمليارات وبالملايين من الخليج وما أشبه، وهذا أيضا كلام غير صحيح. نحن في هذه القناتين المباركتين أو في هذه الهيئة المباركة، هيئة خدام المهدي، أكبر جهة شيعية شيعت الناس وأوصلت إليهم التشيع، والكل يعلم أننا لا نملك المال، بل نستجدي المال من الأخوة المؤمنين في كل شهر، وعلى مدى هذه الحلقات نخرج لكي الناس يتبرعون، حتى فقط وفقط نوصل هذا الصوت إلى العالم البكري عن طريق هذه القنوات الفضائية والميديا المفتوحة اليوم، ولا نعطي أي أموال لأي متشيع. إن شاء الله راح يجي تأتي هذه الأمور عندما إن شاء الله يكون عندنا مداخلات من الأخوة المتشيعين. في أكثر إخواني، هذا الرعب الواقع في مصر اليوم من المد الشيعي، هناك أكثر. خلونا نشوف الفيديو الأخير اللي موجود عندي اليوم، حضرته لهؤلاء المشايخ وكهنة البكرية وتحذيرهم من التشيع والمد الشيعي. خلونا نشوف المقطع الرابع. وكذلك الرافضي والشيعي، ويأتي للحوار معك، يريدك أنت أن تتحول إلى التشيع، أن تتحول إلى الرفض، لا أن يتحول هو إلى السنة أو إلى الجماعة. هذا الأمر مهم جدا. فتح مصر أمام الشيعة كارثة بكل معايير الكارثية. لابد أن تتريس الحكومة قبل أن تسمح لهؤلاء بالعودة تارة أخرى إلى الديار المصرية. الشيعة معهم مليارات وسيفتنون البشر. الشيعة في أمريكا وفي أوروبا استطاعوا بالملايين أن يدخلوا مئات من شباب السنة في التشيع. فالدعوة السلفية تدشن حملات كبيرة، وكان من جزء منها زيارة فضيلة الشيخ سيد حسين والدكتور ياسر الدكتور ياسر المرهبي حفظه الله، وكنت أنا معهم في الصعيد. سندشن حملة كبيرة قد دشنت وشكلت لجنة بقيادة الشيخ أحمد فريد حفظه الله ومعه إخوانه، ولمقاومة هذا المد الرافضي، والذي نرجوه أن يتعاون الإخوة جميعا وأن يقفوا على قلب رجل واحد، وأن يتآزروا حول مهازرة، ويعض بعضهم بعضا حتى نستطيع أن نرد هذا الخطر الداهم بإذن الله تبارك وتعالى. حملة هذه مؤتمرات، وقريبا في مؤتمر في الفيوم هنا، وخطب جمعة ودورات. التقريب بين السنة والشيعة، الدعوة دي بقى مقصود بيها ان انت تقرب السنة من الشيعة على العكس، ان انت تاخد السنة كده توديها عند الشيعة وينطلي عليهم هذا الموضوع للعكس. ونحن الآن أمام فتنة تصل إلى ديارنا، ينبغي التنبيه عنها، هذه التي تتعلق بفتنة الشيعة الإثنى عشرية الجعفرية، الذين يتسللون إلى ديارنا من فترة ليست بالقريبة. اللي احنا شايفينه على الواقع بيقول ان في تدخل، في تغلغل، بداية للتغلغل، سواء في قضية الحسينيات او ما يتعلق بإنشاء المدارس او ما يتعلق بالمستشار الإعلاني او غير ذلك مما خفي عن الناس. فاحنا محتاجين نفهم، محتاج كل واحد يعني في موقع المسؤولية يفهم ان هؤلاء ناس لا يقفون عند حد. هاي المقطع اللي عندي الرابع لهؤلاء المشايخ والكهنة، ولو لاحظتم في هذه المقاطع ليس فقط هناك أفراد يتكلمون، ولكن هناك أيضا على شكل ندوات ومحاضرات وما أشبه.
طبعا المخرج قال لي أنه عندي مقطع خامس أيضا، لكن لضيق الوقت لن أستطيع أن أعرض هذا المقطع في هذا الخصوص. أعتقد يكفي، والصورة وصلت واضحة، ومدى الرعب الذي يعيش فيه كهنة البكرية الموجودين اليوم في مصر من كل الفئات ومن كل الجهات، المعتدلين والوسطية والمتشددين منهم كل الجهات.